بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة يا جماعة مجموعة الدي بي بي 4 انهيبيتورز. احنا قلنا ان ادوية الدي بي بي 4 انهيبيتورز من الحصة اللي فاتت هما خمس ادوية مشهورين واختصرناهم في كلمة فالس، وكلهم بينتهوا بالمقطع جليبتين، فيلدا جليبتين، الو جليبتين، لينا جليبتين، ساكسا جليبتين، سيتا جليبتين. الميكانيزم اوف اكشن بتاع المجموعه دي واحد، وهو نفس الميكانيزم اوف اكشن بتاع الفيلدا جليبتين. خدنا الفيلدا جليبتين الحصه اللي فاتت كممثل ليهم. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الخمسه واحد، الانديكيشن واحد، الكونترا انديكيشن واحد، السايد افكت واحد، ولكن الاختلاف ما بينهم فيها يا جماعه في اللي هنقوله في الوقت، الاختلاف في الدوز، في الجرعات اللي بتختلف من دواء للتاني. يبقى دي بي بي 4 انهيبيتورز خمس مجموعات رئيسيين كلهم زي بعض في كل حاجه ما عدا الدوز، بنختصرهم في كلمه فالس، وكلهم بينتهوا بالمقطع جليبتين. قبل ما نتكلم في الاختلافات اللي في الدوز، في نوتس كده لازم كلنا نعرفها عن مجموعه الدي بي بي 4 انهيبيتورز. اول حاجه انها الايدج بتستخدم في سن 18 وانت طالع، ما اقدرش استخدمها في سن اقل من 18 سنه. تاني حاجة، النقطة الجاية دي لازم تحفظها وكلنا نحفظها قوي ونحطها في دماغ. كونترا انديكيتد ويز ايتش اذر، يعني ايه؟ يعني ممنوع ان انا استخدم تو ممبرز مع بعض، يعني ممنوع ان انا استخدم مثلا الفيلدا جليبتين مع الالو جليبتين. كونترا انديكيتد يعني عيان تايب 2 وماشي على الفيلدا جليبتين وسكره مش متحسن، تيجي انت كدكتور تقول له لا، طب انا هحط لك معاه كمان الالو جليبتين من نفس مجموعة الدي بي بي فورز، كونترا انديكيتد. ودي احنا بنشوفها في الحاله العمليه، زي ما في ناس تلاقيهم ماشيين على اميريل ودايماكرون، اتنين سلفونال يوريا، كونترا انديكيتد يا جماعه. طيب وكونترا انديكيتد ان انا اضيف اي حاجه من الدي بي بي 4 انهيبيتورز مع الليرا، مع الجي ال بي 1 انالوجز زي الليرا جلوتايد او الاكزيناتايدز، يبقى في اتنين كونترا انديكيشن، ان انا اضيف اي واحد مع الثاني، او اضيف اي واحد من الدي بي بي 4 مع جي ال بي 1 انالوجز زي الليراجلوتايد. دي تاني يعني نوتس هنحب نقولها. النوتس الثالثه، وهي ان اللينا جليبتين، انا عامل لك عليها اهوت علامه اهو، لينا جليبتين از ذا اونلي وان سيف ان كورونيك كيدني ديزيز، يعني الوحيد اللي هو سيف في الكورونيك كيدني ديزيز وما بيحتاجش دوز ادجستمنت، ما بيحتاجش دوز ادجستمنت ولا احتاج ان انا اعمل جي اف ار، هو اللينا جليبتين، لان اللينا جليبتين اكسكريتد مينلي باي ذا ليفر، 10% بس اكسكريتد باي ذا كيدني. فاللينا جليبتين هو الوحيد اللي انا هستخدمه سيف في الكرونيك رينال ديزيز، في الناس اللي عندهم رينال امبيرمنت. هحفظها ازاي؟ لينا جليبتين سيف في الرينال ال ال اهو، الالات ايه بتظهر معايا اهو، الوحيد اللي سيف في الرينال. فلو انت خايف ومش هتعرف تعمل تظبط الدوز ولا تشوف الجي اف ار بتاع البيشنت، ممكن تبتدي على طول باللينا جليبتين لو انت خايف من الكلى او مش هتعرف تتعامل معاه فيما يخص الكلى والجي اف ار. خلاص خلصنا بقى من المجموعه اهيت، وقلنا النوتس اللي عايزين نقولها عليها. هنتكلم سريعا في الاختلافات اللي ما بينهم. اول حاجه، احنا خلاص الفيلدا جليبتين قلنا المحاضره اللي فاتت بما له وما عليه وكل حاجه. الالو جليبتين هو نفسه الفيلدا جليبتين في كل حاجه، بس الاختلاف في الدوز. فالالو جليبتين عند الاسامي التجاريه بتاعته فيبيديا ونيسينيا، فيبيديا ده في اوروبا ونيسينيا ده في امريكا. طيب الفيبيديا اللي هو الالو جليبتين في منه تركيز 25 وفي 12 ونص و6 وربع. امتى استخدم ال 25؟ لو الجي اف ار حضرتك اكتر من 60. امتى استخدم ال 12 ونص؟ لو الجي اف ار من 30 الى 60. امتى استخدم ال 6 وربع مللي؟ لو الجي اف ار اقل من 30 مللي لتر بير مينت. طيب ادى الفيبيديا، الالو جليبتين في منه الفيبيديا. طيب الفيبيديا كمان الالو جليبتين في منه كومباينيشن الو جليبتين مع ميت فورمين، اسمه فيبدو ميت. فيبدو ميت 12 ونص على 1000، 12 ونص الو جليبتين وال1000 ميت فورمين. كده خلصنا من الفيلدا جليبتين المحاضره اللي فاتت، وقلت لك الالو جليبتين زيه بالظبط، بس الاختلاف في الدوز، والدوز ببدا بيها على حسب الجي اف ار، واحنا قلناها لسعادتك اهوت. هنخش بعد كده في اللينا جليبتين. اللينا جليبتين هو ثالث واحد في الدي بي بي 4 انهيبيتورز. اللينا جليبتين في منه
اسامي تجاريه اسمها تراجينتا، تراجينتا تركيز 5 مللي، وفي لينا جينتا تركيز 5 مللي. وده قلنا عشان في حرف ال ال فهو سيف في الرينال، في الرينال بيشنت، سيف في الكرونيك كيدني ديزيز، الناس اللي عندهم رينال امبيرمنت، هو سيف جدا، هو الدي بي بي 4 الوحيد السيف في الرينال امبيرمنت، مش محتاج دوز ادجستمنت، نو دوز ادجستمنت، ياخد على طول، مش حتى لو هو اند ستيج كيدني ديزيز. ممكن نحط اللينا جليبتين مع الميتفورمين. في دواء موجود في السوق اسمه بريفا جليب، بريفا جليب ده في منه، ده عباره عن لينا جليبتين مع ميتفورمين، تركيز 2.5 على 500 و2.5 على 1000، وفي منه 5 على 1000. وفي في اوروبا حاجه اسمها جينتا دويتو، دويتو الاثنين مع بعض، يعني عباره عن لينا جليبتين 2.5 و1000 ميتفورمين. خلصنا من اللينا جليبتين، هنخش بعد كده على السيتا جليبتين. السيتا جليبتين في منه دواء مشهور قوي في السوق اسمه جانوفيا، تركيز 100 مللي جرام، والدوز بتاعته بتبقى 100 مللي جرام لو الجي اف ار اكتر من 50، استخدم الجانوفيا 50 لو الجي اف ار من 30 ل 50، استخدم 25 مللي جرام بير داي لو الجي اف ار اقل من 30. طيب جابوا السيتا جليبتين حطوا معاه ميت فورمين، بقى سيتا جليبتين وميت فورمين في السوق اسمه جانو ميت، وفي منه تركيزات 50 على 500، 50 سيتا جليبتين و500 ميت فورمين، او 50 على 850، او 50 على 1000. ادي السيتا جليبتين. اخر نوع وهو الساكسا جليبتين، ساكسا جليبتين موجود في السوق على هيئه دواء اسمه اونجليزا، اونجليزا تركيز 2.5 و5، بيتاخد على حسب الجي اف ار برضو، ادي دوز ال 5 مللي بير داي لو الجي اف ار اكتر من 45، او ال 2.5 لو الجي اف ار اقل من 45. جم عملوا كومبينيشن برضو، حطوا على الساكسا جليبتين حطوا عليه ميت فورمين، بقى اسمه كومبي جليزا، كومبي جليزا في منه 5 500 و5 على 1000. الجايد لاينز قالت لك الساكسا جليبتين خلي بالك بوتنشال ريسك فور هارت فيلير، يعني الناس اللي عندهم هارت فيلير او عندهم ريسك اوف هارت فيلير هياخدوا الدي بي بي فورز كلهم بامان، بس ابعد عن الساكسا جليبتين. والدراسات الحديثه قالت ان هو ما عادش مالوش ريسك فاكتور وكلام من دوت، بس خليك في الامان وحط في دماغك ان ممكن يبقى بوتنشال ريسك للهارت فيلير. خلي بالك الخمسه ممبرز بتوع الدي بي بي 4 انهبيتورز كلهم موجودين في السوق سنجل، في فورمات سنجل وفي فورمات مضاف اليها الميتفورمين، دي خلي بالك منها. كده احنا خلصنا الدي بي بي 4 انهبيتورز، وقلنا الخمس ادويه الشهيره، ميكانيزم اوف اكشن والانديكيشن والكونترا انديكيشن. هنخش في المحاضره الجايه ان شاء الله في الجي ال بي 1 انالوجز. الميتفورمين الدي بي بي 4 انهبيتورز الادويه دي حط في دماغك انها بتشتغل بتزود الانسولين سيكريشن ان جلوكوز ديبندنت مانر، يعني اول ما بتاكل والسكر بيعلى في الدم بتبدا هي تشتغل، فهي بتبقى معتمده في شغلها على وجود جلوكوز ابزوربشن وجلوكوز موجود في السيركوليشن. المقصود انها تبقى حلوه قوي في الصيام لانها ما بتعملش هايبوجلايسيميا، فهي بتزود الانسولين سيكريشن ان جلوكوز ديبندنت مانر، فمش هتعمل هايبوجلايسيميا. ففي الفتره الجايه دي في عيانين كتير قوي هيبقوا بياخدوا سلفونال يوريا وداخلين في الصيام، فهي جود اوبشن ان انت تحول البيشنت اللي ماشي على سلفونال يوريا تقلبه على دي بي بي 4 انهبيتورز. هنقول الكلام ده كله في الفتره الجايه ان شاء الله، في محاضره الجايه ان شاء الله، المحاضرات كده هنعملها هنخصص لها. المحاضره الجايه تبقى الجي ال بي 1 انالوجز، وهيتبقى لنا محاضره ثالثه عن الاس جي ال 2 انهبيتورز اللي هي الادويه، ادويه السكر اللي بتظبط السكر عن طريق ان هي بتزود الجلوكوز اكسكريشن في اليورين. ويبقى احنا كده خلصنا كل الاورال دراجز، هيتبقى لنا الانسولين محاضره او اتنين عن الانسولين، ويبقى كده خلصنا كل ادويه السكر، وهنكمل بقى مع بعض ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.